اهلا وسهلا من جديد بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا. نتواصل معكم والى اولى فقراتنا لهذه الامسيه، ودعوه خاصه جدا لكل السيدات للانضمام لمتابعه هذه الفقره المهمه التي تهم كل سيده بتتابعنا الان. شركه بلاريو كوزمتيك للتجميل احد الشركات العالميه، وهي بشرى ساره جدا لكل السيدات. الان منتجات هذه الشركه متوفره في السودان لضمان كل المنتجات التي تقدم من قبل هذه الشركة لجميع السيدات، منتجات مضمونة طبعا، وخاصة ما يخص الشعر ومشاكله بشكل عام. تفاصيل أوفى عن هذه الشركة ومنتجاتها من خلال ضيفتنا الموجودة معنا داخل الاستوديو، الأستاذة ليلى عبد الرحمن الطاهر، المدير العام للشركة، وأيضا هي شاعرة مرهفة. أيضا من خلال هذه الحلقة أو من خلال هذه الفقرة سنجمل هذه الفقرة بعدد من النصوص الشعرية. تحياتي لك ومنورانا. مساء الجمال والرقة عليك وعلى كل مشاهدين قناة النيل الأزرق. مساء الخير عليك أستاذة ليلى. يا ريت في البداية، نحن فاطمة ذكرت أنها هي شركة عالمية في السودان، فرع جديد حاليا بتتم سنة أو بتحتفلوا بالذكرى السنوية. يا ريت تكلمينا الشركة نبذة عامة عنها ومنتجات الشركة الموجودة. الشركة هي شركة برازيلية في الأصل، بلاريو، بتختص بكل ما يختص بالكوزمتيك عامة، لكن هي بتقدم أونلاين 31 منتج بيختص بالشعر. هي الشركة يمكن تكون الأولى في العالم، هي بتبدأ بالشعر بكل تفاصيله، بفرده، معالجاته أو حل المشاكل الموجودة فيه كلها. بتوزع في أوروبا، في كندا وسويسرا وأمريكا والبرازيل، وكمان في الشرق الأوسط على نطاق واسع. كلام جميل. يمكن زي ما ذكرت في المقدمة، دي بشرى سارة جدا لكل السيدات السودانيات، لأنه نحن بنعاني معاناة كبيرة جدا من مشاكل الشعر المختلفة، لأنه عندنا إهمال في كيفية العناية أو ما بنختار المنتجات الصحيحة للتعامل مع الشعر ومع سبيبة أيضا شعرنا الإفريقي المعروف يعني. ففي البداية، كيف المنتجات من بلاريو كوزمتيك اللي بتقدم للسيدات بشكل عام، والاهتمام تحديدا بالشعر، كيفية الاختيار بشكل عام؟ الشركة طبعا من ضمن كلامك أخذ لك نركز في الشعر الأفريقي. أيوة. هي أول شركة تطلع بروتين بالشعر الأفريقي. جميل. أنا لما أجي أعمل بروتين، أول حاجة مفروض في ثلاثة نقاط أساسية أركز عليها. الأول المادة اللي هو المنتج اللي أنا هستخدمه في التصفيف في الشعر. المنتج لازم يكون من شركة مضمونة. عندنا بلاريو ماخذة تصريح من الاتحاد الأوروبي للمقاييس والمواصفات، وكمان ماخذة مصرح به من هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية. وما أدراك، المملكة العربية ما بتدخل منتج ما لم تضمن جودته. صح. بأدق التفاصيل. أنا لما أجي أختار المادة الصح والمصففة تكون هي زولة بتفهم في التكنيك، أكيد المادة كويسة والمصففة بتفهم كده، بكون أخذت نص المسافة. بعدك بتجيني العناية ما بعد. بعد ما أنا صففت شعري وبقى شكله كويس، لازم في نقاط معينة نحن نلتزم بها. المشاكل الحاصلة كثير، البروتين أزل شعري، البروتين نزل. صحيح. شعري في الفترة الأخيرة بزاد نزل الشعر، لكن عامة أنت لو أهملتي حتى لو ما عاملة بروتين شعرك بتساقط. إحنا عندنا في الشركة عندنا أربع أنواع من البروتين، اللي هي في من ضمنها البروتين للشعر الأفريقي اللي هو تيتانيوم، في الأمينو ده للشعر المتقصف الضعيف. بتجيني واحدة عاوزة تعمل بروتين وتعمل تمليس لشعرها لكن شعرها ضعيف، ما بستخدم لها اي نوع. في نوع معين لانه فيه معالج في التركيبه، في ذاته مركب من مواد طبيعيه انها هي تعالج لي التقصف والتساقط. في مجموعه بتاعت كافيار برضو، دي من احدث الشركه، بتطور كل سنه منتج. الاختيار هو المهم. اكيد الاختيار مهم جدا. التكنيك بتاع الشعر، يعني انا امشي اعمل بروتين شعري تساقط، ليه؟ لانه المصففه العمل ما عندها علاقه بالبروتين، فتحت اليوتيوب شافت الطريقة عملتها، ما اي شعر بتقبل اي نوع. صح. فلازم تعرفي انه ده ياتو نوع ياتو شعر، بعدك تقدر تستخدمي للمنتج الصحيح، وبعدك
في حاجات لازم تمشي تراعيها. انا عملت بروتين لشعري، بعد البروتين في حاجات كثيره ممنوعه لانه دخلت مواد معالجه، وابعد من الشامبوهات، الكونديشن، الماسكات اللي بتكون فيها امونيا او فوسفات او صوديوم، لان هذه حتتفاعل مع الشعر وحتازعه. فالشركه برضو موفره مجموعات عنايه ما بعد البروتين. والنقطه الاهم من ده كله قبل ما اعمل بروتين، ودي طبعا عندنا في صوالين كثير لقينا انها هي ما في، انا بفتش على الحاجه الاساسيه قبل ابدا البروتين، الشامبو اللي بغسل بيه شعري قبل البروتين. جميل. لازم حاجه اسمها كلارا فانج، دي بتفتح لي شراشف الشعر عشان الماده تقدر تدخل للزبيبه وتديني كويسة. النتيجه المطلوبه. جميل. احنا عندنا محطة من الكنترول نتابع ونرجع. مشاهدينا اهلا بكل من انضم لمتابعتنا. استاذة ليلى احنا عرفنا جانب الشركه في منتجات الشعر، لو جينا نتكلم على المنتجات الثانيه اللي بتقدمها الشركه، واحنا عرفنا تحت الهواء انه شركه بتقدم رموش طبيعيه، طبعا البنات عندهم هوس بالرموش الطبيعيه. ان شاء الله. كلمينا عن المنتجات. المنتجات دائما احنا بنحرص انها تكون هي اجود ما يكون، سواء كان مثلا انه عندنا مثلا اللاصق بتاع الرموش اللي بيطلع. صحيح. دائما انا عملت لي لاصق في رموشي، بعد شويه بطلع بحس انه الرموش بدات تتقلع واثر على العين. صح. اللاصق بنبدا من لاصق الرموش نفسه، هو بيكون مصنع من زيت الصبار، هو حيغذي لي رموشي الطبيعيه اثناء ما انا ركبت الرموش. صح. اصلا وبيصنع من حيوان اصلا اسمه الملك، اللي هي شعره اقرب لشعر الانسان. وبتشتغل بنعملها بشغل يدوي، يعني بتتعامل يدويا، شغل معمول بحب يعني. ايوه. ان شاء الله حتجربوه. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ويعني المحطه برضو الفاتت كانت محطه مبشره، يعني انا شايفه انه قبل وبعد لواحده من دي اخر كان ايفنت كان امس في الرياض، طبعا كان لاكبر الصوالين في السعوديه، المملكه العربيه السعوديه، وبتستخدم بلاريو. وكمان بلاري انا عندي مصففات سودانيات بيشيلوا المنتج من السودان السعوديه. ليه؟ لانه السعر هنا طالع بتكلفه المصنع فاض. يا سلام. احنا عايزين نحبب الناس في البروتين، عايزين نوريهم انه في منتجات كويسه اكثر مما نحرص انه نحن نلقى ارباح في الشركه. ده كلام جميل. طيب استاذة ليلى، يعني انت قبل من خلال حديثك الجميل والمطمئن ايضا، لانه ما اعتقد انه في بنت جربت البروتين ما اتضررت منه. أكيد. حتى الان بقت سمعته غير محبوبه لدى السيدات بشكل عام، لانه بيعمل اثار يعني سالبه جدا في المشكلة. ما تكون المشكله في البروتين، لكن بقول لك انت عملت التكنيك غلط بالضبط بتاع العنايه بالشعر. وده سؤالي المباشر لليلى.
التدريب والتأهيل بالنسبة لي يعني العاملات اللي أو الموظفات اللي بيباشروا العمل مباشرة مع السيدات اللي بيعملوا البروتين للبنات باللغة الدارجية البسيطة، هل هناك تدريب وتأهيل؟ أنت ذكرتي إنه نقطة مهمة، قلتي البيت بتفتح اليوتيوب بتعرف الطريقة وبتطبقها، وقد تطبقها غلط يعني صح. تدور يعني بصيلات شعر البيت اللي هي عاملة البروتين. التدريب والتأهيل فيما يخص التدريب بشكل عام. اشتغلنا السنة الفاتت كان برنامج كبير جدا، دورة تدريبية، وجبنا خبيرات من برا السودان، من بينهم دكتورة سلوى شحات، وكمان أنا بنفسي مشيت كل المراكز التجميل وقد الناس اللي بيشتغلوا شعر، في ناس استجابت واستفادت وهسي برا السودان، وبالعكس حصلوا على شهادات عالمية من حاكم العدل البرازيلي موثقة، وكمان شهادات من المعهد البريطاني. جبنا مدربات من برا وهسي شغالين في شغل الأكاديمية، ما حنوقف ليه، لأنه أنا لو جبت المنتج الشركة ما وافقت على دخول البروتين ما لم تلقى إنه في مدربين في السودان. أنا طلعت لي 30 مدربة، حيكونوا طلعوا 90، حيكونوا وروا الناس. أول ما استخدموا قالوا إحنا مع إنه مصففات كبار ومعروفين، قالوا إحنا شغالين غلط، وحكوا على الهواء مباشرة في حلقة، قالوا والله إحنا كنا شغالين غلط. يعني أبسط حاجة ما عارفين إنه في شامبو بيستخدم قبل البروتين عشان الشعر ما يتآذى في حد ذاته. وكانت الفكرة تنافسية زمان أكثر، إنه أنا بعمل بروتين وأنا يعني ما كان في احترافية أكثر من إنه هي تنافسية. ده على صعيد التدريب بتاع الناس اللي بتعمل البروتين. إحنا دلنا نتكلم أو أسألك عشان نطمن المشاهدات، المتابعة بعد ذاك الشركة بتكون متابعة؟ يعني مثلا أنا جيتك وعملت بروتين، هل أنتوا كشركة بتكونوا متابعين معي؟ أكيد. لو اتضررت الشركة بتتحمل مسؤولية الحالة دي؟ أكيد أكيد. إحنا أسا في الشركة ذاتها عندنا 3 أنواع من الأمبولات، حتى لو أنت ما استخدمت المنتج حقنا جاهزين إننا نعالج. نمرة 1 التساقط، إنه التساقط كميات كبيرة، والترميم الشعر. الحاجة الثانية الإنبات، إنه في ناس عندهم فراقات ومشاكل شعرهم خفيف، عندنا أمبولات إنبات للشعر. وعندنا كمان ناس شعره تقولك شعري ما بيطول، ليه ما بيطول؟ في فطريات والتهابات في الفروة، إحنا جايبين أمبولات برضو معالجة. إحنا مو مركزين على البروتين فقط، وحتى الأكثر من ده كله إنه بعد ذاك ناس بقولك إنه راحة الشعر في ناس ما بتتغير عندهم. مصممين عطر فرنسي بتركيبة في معمل بلاريو على أساس إنه ما يعمل لي شيب، ما يكسر الشعر، ما يازاه، بالعكس فيه مواد مغذية للشعر، وفي نفس الوقت هو عطر ممكن يستخدمه العروسات وسيدات البيت بصورة يومية. ده كلام جميل. طب وين المنتجات؟ هي الآن متوفرة عندكم فرع واحد ولا عندكم عدد من الفروع؟ السيدة الآن احنا حاليا بنبيع أونلاين. أونلاين طيب، وإن شاء الله قريب حنعمل المقر للشركة بإذن الله تعالى. طيب لو ذكرت يعني اللينك بتاعكم أو الصفحة بتاعتكم أو طريقة التواصل بتاعتك اللي هي هاوس كوزماتيك. هاوس كوزماتيك. جميل جميل. طيب ده على ذكر انه انتوا بتبيعوا اونلاين، المتابعه، طيب انا لو شلت حاجه اونلاين وانا في حته ثانيه مثلا في ولايه ثانيه اجيكم لحد الخرطوم ولا بترسلوا لي ولا كيف؟ احنا عندنا منادي بيوصلوا لك المنتج لحد، يعني ما بتكلم على المنتج، شكل المتابعه بعد ذلك كلهم متواصلين معي. جميل. انا بتابع الحاجه دي بصوره شخصيه. حلو. وممكن حتى في ممكن الرقم بتاع البرازيل المصففات عندهم الرقم بتاع المصنع، يعني ده حق لهم هم. مشروع المدير العام في الشرق الاوسط عبد الله السايح في السعوديه بين حيوم منها التحيه، وهو سوداني وشريك في الماده، وهو الاصر انه الماده تدخل السودان، لانه شافها لما يطلع على المواد في البروتين في السودان الكلام ما كان عجبه، واصر انه يثبت للناس انه في بروتين كويس وفي منتجات كويسه. طيب احنا دارين نقفل الباب بتاع الكوزماتيك ده، ودارين ناخذ المشاهدين للجو بتاع الشير. ادينا وصيه بتقولها للبنات اللي يتابعونا من خلال ادارتك للشركه، كيف يختاروا منتجاتهم بعنايه وكذا؟ اول حاجه انه انا بحرص انه اخذ خبره، انه اعرف هل اتعرف على المنتجات، ما اشتري حتى لو كان المكان مضمون. في النهايه المكان عايز ارباحه، عاوز انه انا لما دخلت الشركة دخلت كزبونة، لما تعرفت على المنتجات وطلبتها اصريت انها برضو انها تنتشر. ليه؟ لانه انا بجي اول حاجة المنتج حاجربه في نفسي. من اول الاشياء تحرصي انك انت تتأكدي من المنتج يكون مصرح به، من مثلا اذا كان في الشرق الاوسط، ايوه، في الدواء والغذاء
اذا هو مصرح به، وبقرا على المنتج نفسه وبفحص عنه وبسال عنه في النت، بعد ذاك اشتري. لكن اسم سوقي انه انا استخدمه بعد فتره اتضرر من المنتج، فدي حتكون لي مشكلة كبيرة. صحيح. عموما أستاذة ليلى، يعني نتمنى أنه كل سيدة بتتابعنا الآن يعني تعرف الاختيار الصحيح لها، وتعرف الإجراءات والتفاصيل اللي هي ممكن تتبعها قبل ما تعمل البروتين، وأيضا العناية ما بعد يعني البروتين بشكل عام، من جمال الشعر وتفاصيله إلى جمال آخر أيضا بتتميزي به، جمال الشعري والكلمات، بتتعاملتي مع عدد كبير من الفنانين الشباب يعني لهم التحية، ونحن ما حنودعك قبل ما نسمع حاجة منك، عشان برضو يعني الآنسة والسيدة اللي تتابعنا ممكن من خلال كلمات مميزة انت تحاولي تطمنيها، يعني ممكن تجي منهارة هي شعرها متدمر يعني. صح. لا ان شاء الله نحن وراهم لحد ما كلهم يصلوا للحاجه المطلوبه ان شاء الله. وبما انه الكلام عن المراه وعن الشعر والجمال، فما في اجمل من الام انه انا حاقرا نص عن الام. يا سلام. وبهديه لكل الامهات ولروح امي الله يرحمها. ربنا يرحمها ان شاء الله. عشان اول حروف كلف خلوا بدايه الترقيم، ولما الميم كتب بعده كون معنى ذاته عظيم، ومن بين الحروف جمع حبيت الألف والميم، لقيتك كلمة تبسم لي وشلتك جوا في عيني، لأنك انت غالية علي بنادي الأمة تتجمع، أقول للناس دي حب وشجون، أكل الجيم بقيت مجنونة فارقة كيف أخلي عيون بشوف جواها كل للكون مشاهد بيها أستمتع، فيها الدنيا حب وجمال وفيها براءة الأطفال وفيها عديلة فيها الفال، ومرة تغني شان اسمع تردد لي غنيواتك أعيش جواها وتصور، تقول لها دل قمر نور أعاين فيه أتذكر، أكيد أكيد يا يما بشتاق ليك أكيد الشوق يزيد أكتر ألاقيكي ومعاكي تلم، وأطرح من جواي الهم وزيد الفرحة شان أجمع شتات وفراق، ولهفة زول صبح مشتاق وفرحة بتوصل الأعماق، عانقك يما أحلى عناق تروح أحزاني ما ترجع، ست الناس جميع أمي ست الحكمة ست القول، ما بوفيك مهما أقول وريدي زيد على المعقول، عشقتك ما في غيرك زول يخش في قلبي وتربع، أرسمك لوحة بالألوان وبسمة حارب الأحزان، وموية نينة للعطشان وطيبة ناسنا في السودان، وكت للحوبة تتقنع فيكك منت كل الريد لسه عليه يما أزيد، ريدة زول بدون تحديد تسير جواي في كل لوريد، ولا كل الخلق تمنع دموع يا يما تجري تصب، تكتب فيك معاني الحب من العين اشيل اكتب، يكون في بداية المطلع بريدك يما ما بشبع بريدك اصلي ما بقنع بريدك. تحية لكل الأمهات، ربنا يديهم الصحة والعافية، ولكل الرحلوا عنا لهم الرحمة والمغفرة. والأمهات برضو عندهم نصائح أستاذة ليلى مهمة جدا، بيقول لك دائما يعني ما أي حاجة أنت تشتريها وما أي حاجة أنت تعمليها سواء كان للبشرة أو للشعر للتفاصيل المهمة. أنا من الناس اللي بيأيدوا الحاجات الطبيعية جدا جدا جدا، نتائج أكثر. صحيح. فيا ريت الناس حتى الماسكات الطبيعيه للشعر، اي نعم انا تبع بلاريو وشعر، لكن الشعر برضه محتاج غذاء مننا نحن، المفروض التغذيه بتاعت الشعر بتبتدي من الزول في بطن امه، يعني الاكل الغذاء الام بيمشي، بعد نكبر شويه نحرص على الغذاء نوع معين، في حاجات كثيره موجوده ما شاء الله الانترنت بقى مفتوح للجميع للمعلومات. ايوه. احنا عندنا ماده الكنترول نسمع. ساند للقبيلة حققت للأمجاد في سي
سيرتك دوام عادل في كل بلاد مين زي اخوي راسي وسخي واجوال. يوم للدنيا جيت حسن خلق وانسان، يوم للدنيا جيت حسن خلق وانسان، ما خاف فيه ظن ما رجع العشمان. يا سلام، تحية للفنان الجميل سيف الجامعة، تحية المسالي، ودي واحدة من أغنياتك الأخيرة، من أغنياتك والتعامل المميز بينك وبين الفنان الكبير الأستاذ سيف الجامعة. نحيي عبر هذا له التحية والله ولأسرة الكريمة، وليك التحية أيضا على الكلمات الجميلة. تكلمينا عن التعامل مع الفنان سيف الجامعة. سيف الجامعة التعامل معه كان حد قبل ما أدخل الجامعة، كان في مهرجان في ود مدني، فأنا نازلة من المسرح كان قال لي أنت بتكتبي شعر بالمستوى ده، أنا عايزة أغاني. يا سلام. فكان سبحان الله يعني أكثر من 18 سنة كان أصدر لي أغنية منو المظلوم وراحل. الله يتحين، هو بيدعم المواهب الجديدة. أيوة، من أجمل الشخصيات السودانية والله، هو ما فنان بس هو إنسان. أكيد دائما له التحية طبعا. إحنا شاكرين لك جدا، يعني كنت منورانا، إن شاء الله الشركة موفقة ويكون عندكم يعني مكاتب في كل ولايات السودان. إحنا شاكرين لك جدا. كل الشكر عليكم وسعدت كثير بلقائكم. شكرا، وانت طلتك الجميله والمميزه والمفرحه، وان شاء الله تكوني في خدمه كل الصبايا المتضررين من الشعر. انت في البدايه ان شاء الله. اكيد اكيد نحن حضور، انا وعلى حنجيكم طوالي. شكرا جزيلا لك. نتواصل مع كل الساده المشاهدين والمستمعين الكرام عندنا فاصل اعلاني، من بعده راجعين انا وآلاء في محطه جديده، خليكم معنا.